طب مش هعمل ايه؟ انا رفعت المحاضره دي الاولانيه فيديو على فكره. تمام اه اربع اجزاء كمان مش ثلاثه. ما اول محاضره انا جيت المحاضره الثانيه الاولانيه خالص تقريبا انا كده اكون عدت اللي انا قلته في المحاضره الاولى. تمام كده؟ وبعدين عملت وزودت عليها حته. حلو الكلام؟ بعد كده عشان الناس اللي هي عندها مشكله في انه يحمل ملف كبير او حاجه زي كده قسمتها لاربعه بارتيشن. طب احنا عايزين المحاضره الاسبوع الثاني. انا كتبت المحاضره الاولى، انا كتبت المحاضره الاولى الجزء الاول، المحاضره الاولى الجزء الثاني، المحاضره الاولى الجزء الثالث، المحاضره الاولى الجزء الرابع. بص يا معالي الباشا، لو انت تايه انا عندي صفحه اسمها الكهرباء ببساطه بالتاه المربوطه، سعادتك ادخل عليا ماشي، ابعت لي طلب صداقه تمام كده اهوت هقبلك. حلو كده؟ واعمل لي اعمل لي متابعه ماشي، مجرد ما تعمل لي فولو اي حاجه انزلها هتظهر. سعادتك تروح جاي بص على الموضوع ده، عاجبك لو انت من هواة انك تعرف هتتابع، مش عاجبك ما تتابعش. هتلاقي في الاخر خالص الموضوع بتاعك كاسم، هتلاقي مثلا ايه مبادئ هندسه كهربائيه المحاضره رقم كذا، تقدر انت تشوفها بسهوله مش عندك مشكله. برضه بي دي اف يا دكتور، برضه بي دي اف وانزله بي دي اف. ماشي الحل؟ تمام. فاحنا كل اللي احنا هنقوله دلوقتي ان شاء الله، انا معايا ايه دلوقتي سعادتك، برنامج هو شغال، سعادتك انا شغلته ماشي، ومعايا سبيكر ماشي عشان نفس السلايد دي هتلاقيها بالصوت بكل حاجه. خلاص يبقى نسمي كده محاضره الاسبوع الثاني. خلاص لا ما انا ما اعرفش الناس ظروفها ايه في التحميل، يعني عايزين نرفعها لكم مره واحده يعني؟ اه كلها مره واحده محاضره بس المحاضره الاسبوع. طب ماشي خلاص تمام امين، ما فيش مشاكل. حاضر ماشي خلاص تمام ماشي يا شباب. طيب نعم دول محاضره بس، انا قلت في ناس ممكن يبقى عندها النت فيه مشكله. ايوه شرح اللي احنا بنقوله دلوقتي هو اللي هيظهر ماشي. طيب نعم هقول لك على توزيع الدرجات حضرتك. طيب بص يا جماعه خلاص نعم ماشي. دلوقتي احنا هنبتدي نتكلم على ايه؟ المره اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض يعني ايه ريزيستنس صح كده؟ وقلنا ايه العوامل اللي بتاثر على الريزيستنس ده؟ قلنا انها بتتاثر باللينس وبتتاثر بالاريا كروس سكشن اريا تمام كده، وقلنا بتتناسب مع ماده الماتيريا نفسها. قلنا السيراميك مثلا في الكوندكتيفيتي بتاعته او في درجه التوصيليه غير النحاس مثلا. وكنا قسمنا المواد عازله ومواد موصله ومواد شبه موصله، وقلنا تاثير درجات الحراره عليهم تمام. وكنا خدنا ازاي نحسب المقاومات عند درجات الحراره المختلفه صح، وعرفنا ان احنا نحسب التمبريتشر كوفيشن، وقلنا ان احنا عند كل درجه حراره في تمبريتشر كوفيشن جديد خاص بالماتيريال اللي احنا بنتعامل معاها او بالمقاومه. وكمان خدنا ازاي نقدر نحسب الريزستيفيتي عند اي درجه حراره صح كده، بمعلوميه درجه حراره قبلها تمام. وبعد كده اتكلمنا على المقاومات لما تتوصل كونكتد ان سيريز، وازاي نقدر نشتغل عليها ونحسبها ونحسب الباور ونحسب الفولتج والكارنت والكلام ده. وكنا اتكلمنا كمان على المقاومات لما تتوصل ان باراليل برضه نقدر ازاي نحسب الباور ونجيب الار ايكويفالنت والكلام ده تمام. امتدادا لهذا الموضوع هنبتدي ناخد ايه لما السيركت تبقى شويه كومبليكيتد شويه كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بص يا شباب دي سيركت معانا اهيت. هو بيقول لي ايه في السيركت ديت؟ بيقول لي كالكوليت ذا ايكويفالنت ريزيستنس ار اي بي ان ذا سيركت، يعني هو عايز يحسب المقاومه اللي اسمها ار اي بي، وعامل لي سهم كده اهوت واضح من الاتجاه ده، يعني لو واحد بيبص من هنا او حاطط اميتر كده يا ترى هيقرا المقاومه الكليه للموضوع دوت ده. ماشي الحال تمام؟ طيب وبيسالني سؤال بيقول لي برضو بناء على كده احسب لي التيار، تحسب لي ايه؟ التيار. ماشي الحال؟ طيب يعني هو في الاول هو عايز نعمل ايه؟ المطلوب في المساله رقم واحد ان انت تجيب الار ايكويفالنت ومنها تطلع التيار. ماشي؟ يعني ممكن اصلا ممكن عشان احسب الكارنت تحسبه بطرق مختلفه، طبعا احنا لسه ما خدناش الكلام دوت تمام؟ ولكن احنا ممكن مثلا ايه نطبق حاجه اسمها نود اناليسيز، ممكن نطبق حاجه اسمها كيرش اوف فولتج لو، كيرش اوف كارنت لو، كلام زي كده اهوت يعني. فلكن هو هنا رابطني بايه؟ ان عشان اطلع التيار لازم اجيب الايكويفالنت ايه؟ ريزيستنس. ماشي الحل؟ طيب احنا كنا بنقول ان يعني ايه تو ريزيستنس كونكتد ان باراليل؟ يعني حضرتك بكل بساطه تبقى المقاومه الاولانيه سي مثلا متوصله بطرف معين وليكن ايه ما بين نقطتين اسمهم دي ودي
يعني مثلا لو عندي ريزيستنس كده ومتصله ما بين النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي هتبقى اسمها بي والنقطه دي اسمها دي. ماشي الحال؟ عشان اوصل معاها مقاومه البارلل لازم اروح واخد البي ده وواخد الدي ده وموصل ما بينهم برضه. يبقى انا كده المقاومه كونكتد ان ايه؟ بارلل. تمام كده؟ لو المقاومه كونكتد ان سيريز ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي مقاومه وراها مقاومه، يعني مثلا ايه؟ لو انا اعتبرت ان ديت مقاومه، ماشي الحال كده يا شباب؟ ودي بدايتها ودي نهايتها. اروح جاي من هنا كده موصل كده، يبقى اوصل بدايه ونهايه. ماشي؟ طيب بتعبير اكتر عشان ما تغلبش نفسك. سعادتك تمشي طياره. سعادتك تمشي ايه؟ طياره. لو التيار اتجزا يبقى المقاومه ديت المقاومات دي كونكتد ان بارلل. لو التيار هو هو ما اتجزاش يبقى المقاومات دي كونكتد ان سيريز. ماشي الحال؟ طيب لو احنا بصينا هنا في الرسمه اللي قدامنا، لو احنا مشينا تيار من عند المقاومه 10 هنبص ده التيار هيمشي كده، هيلاقي برانش كده هيمشي فيه، وهيلاقي برانش كده هيمشي فيه، وهيلاقي برانش كده هيمشي فيه، وهكذا هيقعد ايه؟ عمال يتوزع كل ما يلاقي برانش. صح كده ولا الكلام ده مش مظبوط؟ طب يبقى اذا احنا عرفنا ان الشغلانه دي كده كونكتد ان ايه؟ بارلل. الكلام ده مش صح اول سبب، لان ممكن تبقى في حاجه متوصله بارلل مع حاجه وسيريز مع الحاجه الثانيه. طب نعمل ايه عشان نعرف؟ نبص على التيرمينال بتاعت المقاومه. التيرمينال او اطراف المقاومه. لو احنا بصينا كويس، طبعا خلي بالكم دي كده كلها حته سلك. يعني بي بي دي كده حته السلكه، ماشي؟ يعني في الاخر النقطه بي الاولانيه زي بي الثانيه زي النقطه اللي بعدهم اللي عند المقاومه اللي اسمها 5 اوم. ماشي الحال؟ طيب معنى كده ايه؟ انا لو بصيت للمقاومه اللي هي 3 اللي هي متصله ما بين الطرف سي والطرف بي. تمام كده؟ وبصيت للمقاومه 6 اللي هي متصله ما بين، هنبص نلاقيها المقاومه 6 ديت اللي هي متصله برضه نقطه منها متوصله بالسي ونقطه متوصله بمين؟ بالبي. يبقى هما الاثنين كده من غير ما مره الكرنت عرفت ان هما كونكتد ان ايه؟ ان بارلل، ان هما الاثنين اتوصلوا على نفس الطرفين. في حد عنده مشكله في الكلمتين دول؟ تاني بص يا باشمهندس، لو بصينا في الرسمه اللي قدامنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي المقاومه اللي هي 3 اوم اللي باينه عندك في الشاشه بتاعت العرض دي. المقاومه دي مالها؟ متوصله ما بين نقطتين، نقطه اسمها سي ونقطه اسمها ايه؟ بي. صح كده؟ طب تعال نبص في المقاومه اللي اسمها 6 اوم، تعال نبص متوصله ما بين انهي نقطتين؟ هتلاقي واحده فيهم سي واحده فيهم ايه؟ بي. يبقى المقاومتين دول متوصلين بنفس النقطتين. ماشي؟ معنى كده ان هما الاثنين كونكتد ان ايه؟ بارلل. ماشي؟ لا اله الا الله، سيريز ليه يا ابن الحلال؟ لما البدايه والنهايه يبقى نفس النقطه يبقى بارلل. سعادتك وانا برسم يا ابني لا ده السيريز يا ابني اهو، واحنا بنرسم اهو دي مقاومه اهي مالهاش علاقه بالدنيا، ادي ريزيستنس اسمها بي وريزيستنس اسمها دي. سعادتك دول كده شكلهم بارلل ولا سيريز؟ يبقى اذا لازم لما المقاومتين يبقى نقطه البدايه بتاعت المقاومه ونقطه النهايه بتاعت المقاومه المقاومتين هما هما، يبقى دول كونكتد ان ايه؟ بارلل. انت سيريز تبص تلاقي المقاومه مدخله على مقاومه، يعني مثلا دي بي وسي وتلاقي السي دي متوصله تعتبر بدايه لواحده ثانيه. ماشي الحال؟ الكلام اللي بقول ده قلت لك في حاجه عند حضرتك فيه مشكله؟ طيب عظيم. تعالوا برضو نبص على المقاومه اللي هي ال 12 اوم اللي هي متوصله ما بين البي والدي. هنلاقي برضو في مقاومه ثانيه 4 اوم متوصله ما بين البي والايه؟ والدي. يبقى انا عندي كده المقاومه 12 والمقاومه 4 متوصلين برضو مع بعض ايه؟ بارلل. صح كده؟ طيب خلوا بالكم كده المقاومه اللي هي 1 اللي هي 1 اوم اللي متوصله ما بين السي والدي لسه ما احناش عارفين قصتها. يعني انا كده اقدر اجمع المقاومه 3 والمقاومه 6 في مقاومه واحده لان دول بارلل، فيبقى حاصل ضربهم على ايه؟ على مجموعهم. صح كده؟ والمقاومه ديت اللي هي 12 و4 دول برضه بارلل، فيبقى حاصل ضربهم على ايه؟ على مجموعهم. صح؟ يبقى انا عشان مقاومه 3 والمقاومه 6 اقدر اشيلهم هما الاثنين واحط بدلهم مقاومه هنا كده بالايكوفلنت بتاعتهم. صح كده؟ ولا الكلام ده صعب؟ تمام. المقاومه 3 والمقاومه 6 دول كونكتد ان بارلل، يبقى اذا 3 في 6 على 3 زائد ايه؟ 6. ماشي كده؟ يطلع الكلام ده ب 2 اوم، يبقى انا كده ممكن استبدل المقاومتين 3 و 6 بمقاومه واحده كام اوم؟ 2 اوم، ماشي؟ برضو كذلك الحال، خلاص دي كده احنا خلصناها. صح كده؟ طيب، المقاومه 12 والمقاومه 4، دول برضو نقدر نستبدلهم بمقاومه واحده ونحطها مثلا هنا، يبقى احنا شلنا الاثنين دول، صح؟ هيبقى ايه النظام؟ هيبقى 12 في 4 على 12 زائد 4، صح كده؟ هتطلع لنا كام اوم؟ 3 اوم. ماشي الحل؟ يبقى انا البرانش ده او المقاومتين 3 و6 استبدلتهم بمقاومه واحده قيمتها 2 اوم، والمقاومه 4 و6 4 و 4 و12 استبدلتهم بمقاومه 3 ايه؟ اوم. ماشي كده يا شباب؟ يبقى انا كده لو تخيلنا المنظر الصح يبقى كان ديت ودي مش خلاص ما عادوش موجودين. صح كده؟ والمقاومه دي قيمتها
بقت باتنين والمقاومه دي قيمتها بقت بثلاثه، صح كده؟ تمام. لو بصينا في اخر السيركت عند المقاومه واحد والمقاومه خمسه، هتكون التصريف ايه؟ النهايه بتاعت المقاومه هي متصله بالبدايه بتاعت دي، لو في كرنت بيكمل، يبقى واحد وخمسه كونكتد ان ايه؟ سيريز. لما المقاومات تبقى كونكتد ان سيريز يبقى هنجمعها، صح؟ يبقى انا اذا ممكن استعيض على الاثنين دول ومقاومه واحده 6 اوم. ماشي الحل؟ يبقى انا كده بقى عندي هنا مقاومه واحده وهنا بقى مقاومه واحده وديت وديت ودي، صح كده؟ في حد عنده مشكله في الكلمتين دول؟ عظيم. ماشي يا شباب؟ هتصبح الدايره بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اصبح عندنا 6 اوم و3 اوم، 1 اوم دي اللي كانت رابطه ما بينهم وادي الاثنين ايه؟ اوم، صح كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب المقاومه اللي هي 3 والمقاومه اللي هي 6 دول كونكتد امبارح، صح كده؟ واضح ان طرف المقاومه اللي هو دي وبي متوصلين بنفس الاطراف للمقاومه 6 اوم، صح كده؟ يبقى انا كده من هنا ممكن الغي الاثنين دول واحط بدلهم مقاومه واحده ايه؟ مقاومه واحده، صح كده؟ هيبقى عباره عن حاصل ضربهم على ضربهم. ماشي؟ يبقى كده 3 في 6 على 3 زائد 6 تطلع ب 2 اوم، يبقى انا اقدر اشيل الكلام ده واحط بدل المقاومه كام؟ 2 اوم. ماشي؟ نعم. الستة والتلاتة. دكتور دكتور احنا ممكن نعمل قول. ان انا ابعد عن مصدر البطاريه ده خالص. اوكي. قول. مره هتبقى اسهل. اسهل ازاي؟ ما جاتش. مش ثواني ثواني، اصل اذا ما هي هي هضطر اعمل نفس القسم. لا هاخد واحد وخمسه سته، تمام؟ ماشي. هاخد السته واربعه وال12 المشكله اخدهم احطهم. طب هو اللي احنا بنعمله. طب ما هي هي، انت جمعت دول خليتهم بسته وبعدين عملت دول عملت بس من ورا. يا ابني ماشي يا ابني الحلم. انت بص الكلام اللي احنا بنشرحه ده ليه فايده. ساعات الدايره بتجيلك متعبله جدا، فلو انت ما اتعلمتش ان انت ازاي ترحل سلكه من مكانها ممكن الموضوع ده يعمل لك مشكله كبيره قدام، واخد بالك؟ انت كده كده هتعمل اللي احنا هنعمله. انت عملت ايه؟ عملت دول سيريز واحد وخمسه بقى سيريز مع اربعه بارلين، خلاص الفرع ده شال وتحط مقاومه واحده، بعد كده المقاومه دي هتبقى مع المقاومه دي وبعدين تجمع. اه تمام؟ اه طبعا يفضل ان انت بتوزعه وبعدين كده كده. بص شويه احنا بنتعلم هنا اساسيات. يعني ايه؟ يعني انت ازاي تقدر مهما كان السلك مكعبل من الاخر ان انت تقدر توظف المقاومات عشان تبقى باينه لك مين السيريز ومين الدرج. ماشي كده تمام؟ طيب احنا كده خلاص اوكي اتفقنا ان احنا عندنا المقاومه 3 و6 دول هيبقوا مالهم؟ هيبقوا كونكتد ان بارل، صح كده؟ ماشي. اللي هيطلع منهم هيتجمع مع واحد عشان يبقى كونكتد ان ايه؟ سيريز، صح كده؟ ماشي الحال ولا الكلام ده مش مظبوط؟ تمام. اللي طلع من هنا هعمله مع اثنين ايه؟ بارلي، صح؟ بعد كده اروح جامع على المقاومه 10 اوم، يبقى انا كده جبت المقاومه الايكوال. مظبوط الكلام ولا مش مظبوط؟ حد عنده مشكله في الكلمتين دول؟ ها؟ تمام. جبت المقاومه الايكوالنت، انا عايز مين؟ عايز بعد كده اقارن. بكل بساطه هعرف البطاريه اللي هنا قد ايه اقسمها على الار ايكوالنت، يبقى انا كده طلعت الطيب. استنى انا مش عارف هو كان عايز ار اي بي وعايز كارنت ولا لا، هنشوف. لو قلبنا لا لا هو ما كانش عايز كارنت شباب، هو كان عايز بس الار ايكوالنت، الار ايكوالنت بس ما كانش عايز حاجه. لا ما كانش عايز كرة لان هو ما ادانيش بوكس، ما ادانيش بوكس. ماشي؟ خلاص يا جماعه؟ الكلمتين بتاع المقاومات المتصله كونكتد ان سيريز وكونكتد ان بارل، حد فيكم عنده مشكله؟ حد فيكم؟ بصوا في دوائر ساعات بتبقى الدنيا جايه فيها مكعبله، واخد لك سلكه من هنا رميها لك في حته ثانيه، واخد لك سلكه من هنا لففها من هنا. فانا عايز اعرفك ايه؟ حته ان انت تقدر ازاي ترتب الاسلاك، عشان لما ترتب الاسلاك بتبقى الدنيا ايه؟ سهله. تمام؟ يعني احنا لو في الجزء اللي فات ده المساله اللي فاتت يعني اعتقد لما الدنيا كده تبقى الدنيا اسهل بكتير من ايه؟ من ان احنا تبقى السكه دي متوصله مش عارف بمين والسلكه ديت متوصله بمين. فانت بدايتك دايما المقاومه دي متوصله بمين في البدايه ومين في النهايه؟ عشان انت لو هما متوصله على نفس البرانش مع مقاومه ثانيه يبقى دول كونكتد ان بارل، وانت ايه؟ وانت مطمن تمام. ماشي الحال؟